بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعتبر هذه الدورية من الدوريات الذكية المستحدثة في وزارة الداخلية. فيها يوجد ما لدينا ما يقارب 500 دورية حاليا، تعتبر مرحلة أولية. مكونات الدورية: جهاز تسجيل الأحداث ثابت في المركبة، وتسجيل الأحداث مترجل في حال النزول مباشرة الحالة في الميدان، زائدا نظام قراءة اللوحات مثبت في أمام المركبة. يقوم نظام قراءة اللوحات في أخذ صور للوحات مركبة المركبات والاستفسار عنها مع مركز المعلومات الوطني، والرد مباشرة هل المركبة المتواجدة في الأمام مطلوبة أم لا. ولدينا اللوحة الخلفية، اللوحة الإرشادية، لو مثلا كان بالأمام حادث أو شيء، استوقف الدورية قبل الحادث وتعطي إرشاداتها.